مفيش حاجة غير مفيش حاجة غير هو كل السمك اللي هو المدمج اللي هو مستورد واخد بالك هو ده اللي غالي بقى بكام غالي يعني متهيألي في حاجات زادت يبقى اكتر من 20% و30% 30%. طب السمك البولت دلوقتي كام؟ البولت دلوقتي هو حاليا دلوقتي احنا بنبيعه جاهز طبعا احنا في السوق عندنا ما بيحصلش 12 جنيه و13 جنيه نمره واحد حاليا انما بعد كده هيزيد طبعا. طيب بيبيعه جاهز بكام بقى اللي بيجي يشتري ويشتري؟ اللي بيجي بياخده جاهز احنا بنبيع ب 24 جاهز يعني بعد ما يتنضف وبعد ما يتنضف بيفرق طبعا بيخسوا. الاسماك الثانيه يبقى عندك ال بتقلي وبتشوي. لو انا اشتري السمك ايه الفرق بان انا اعمله في البيت وان انا اعمله عندي؟ انا عندي اكيد في صنعه طبعا توابل بتبقوا حاطين توابل معينه للسمك. طب انا لو بشتري من عندك جاهز ده بيفرق في السعر كتير؟ لا مش كتير يعني تبقى 2 جنيه 3 جنيه اول حاجه بس الخدمه طبعا هتبقى عندي احسن. ماشي قول لي يا عم محمد اسعار السمك ايه؟ انت عندك سمك ايه الاول؟ انا عندي سمك بتاع النيل البلدي. البلدي. ايه الفرق بقى بين السمكه البلدي الصغيره دي والسمكه الثانيه اللي هي اللي انا بشتريها الكبيره؟ السمكه الكبيره دي بتاع مزارع. انما دي النيل اللي هي في قلب النيل بتاعنا. بيبقى الطعم في ده احسن من اللي هناك؟ اكيد طبعا. بيبقى فارق بين ده والتاني؟ طب السمك النيل بقى بيبقى اسعاره يعني زي مثلا ما تقول ايه فراخ بيضة وفراخ بلدي. فراخ بلدي. يعني الاحسن. الفراخ البلدي. ده بيتشوي بس. ده بيتشوي وممكن بيتقلي. حاجة كبيرة زي كده حاجة كبيرة ممكن بيتقلي. طيب انا